صباح الخير عليكم، سلامات، كدرين بخير، كل شيء مزيان، عودتنا الحماس، عودتنا فيديو اليوم مهم جدا جدا. انا دابا البث صاف، وجدت حالي كل شيء تمام، غادي نخرج دابا. عندنا مهمه كبيره غادي نديروها هذا النهار، اللي هي معايا انا 50 درهم، بعد 50 درهم غادي نشري شي لبسه، يعني ركزوا مزيان، غناخذ لبسه بعد 50 درهم، وحاجه اخرى غادي ناكل، خاصنا ناكل وخاصنا نباسط وخاصنا نشري حوايج، المهم خاصنا نعيش هذا النهار على 50 درهم. ولكن هي راه تقدر تعيش ب 50 درهم، 50 درهم تقضي لك نهار، ولكن اللي غنزيدوه هي لبسه كامله، سروال وشي حاجه الفوق. ولكن قبل ما نمشي راه باغي ندير واحد اللعيبه اللي هي هذه من ريشفيطو. شكرا ريشفيطو على دعمكم لهذا الفيديو، راه غتلقاو الرابط ديالو من انستغرام وفيسبوك واتساب، كل شيء عندهم من تحت، هبطوا تما تواصل معهم، سولوا مع المنتجات اللي عندهم واشروا من عندهم، عندهم شي حوايج واعره بزاف. هذا مضمضه الفوم كندير فيها كاك، ديما قبل ما نطلع كنديرها هكا، كتعقم الفوم، كدير بزاف د الحوايج، كتنقي الفوم، كتخلي ريحه فمك ديما زوينه، يعني واعره واعره واعره. شكرا ريشفيطو على عيطكم هذا الفيديو، ويلا ننطلقوا. وطيب اخوان، بما انه انا في سلا ولازم اطلع الرباط، يعني خاص تاكسي ولا ترامواي، وراكم عارفين ترامواي 6 دراهم، تاكسي 6 دراهم، فراه غادي يخلي الميزانيه بزاف، فانا ما غاديش نطلع لا في ترامواي ولا في تاكسي، غادي نمشي بالفلوكه. وبعد ما نظر زوين تقطع وسط البحر هكاك في الفلوكه وهذا، وتخيلوا عاب الفلوكه كتمشي حتى للرباط، كتقطع شقه ثانيه كتكون في الرباط 2.5 دراهم، 50 ريال الاغلى على المسكين، غادي نفوج مساري وغادي تقضي بلاناتك 50 ريال والاغلى على المسكين، حيتاش انا اصلا الهدف ديالي في المدينه اللي قديمه في الرباط، فغالبا الفلوكه اقرب ليا من كاع التاكسيات الترام. غنقطع غنلقى راسي في وسط المدينه القديمه، غنشري حوايج من دوك المحلات ديال البال ولا دوك الكركور فراشات في الزنقه. المهم ما تخافوش على اخوكم، راه غادي نعزل واحد لبسه واعره، حيتاش انا عارف راسي شنو كندير. ياي، وغادي ناكل كمان في المدينه القديمه حيتاش انا فيها جوع، فنتغدى ونشرح حوايج ب 50 درهم. 50 درهم والله ما كيديرها شي واحد بالله، عارف شنو تشري سروال وشي جاكيطه ولا تريكو وتغدى من الفوق، وغادي بترونسبور وجاي بترونسبور ب 50 درهم والله توار انا بالله. ونيت نوريكم كمان بحال هكاك راه كيكون بلا تقطع الشانطي، بحال هكاك راه كيكون هذا، راه كيكون الفلوك في مناظر سياحيه واشياء زوينه. شوف شنو كان مورايا هكاك، شوف يا سلام، هذه المدينه القديمه في سلا. دابا غنقطع وغنصوريكم وسط البحر، غنصوريكم في المدينه القديمه، تتمتعوا وتقتصدوا في نفس الوقت. هاي طبعا الناس كيعيطوا عليا ود غزه عزلي فان. اشتركوا في القناة. بغيت نوريكم واحد منظر كاين هنايا، شتي الطريق كيفاش زوينة، مارينا سلا والبحر هكاك، الحياة السعيدة، وكنقتصد شتي شحال تكون واعر انك هذا، فهمتوا الاخوان، راه كنعلمكم تقتصدوا، تقتصدوا وتساروا في نفس الوقت، كديفولا ناري على الفرونسي، كديفولا كديفولاو، انا ما عرفتش عندكم المغاربه هنايا كيدرجوا الفرونسي، ديفولا ديفيلاو. كون فين مور تكون فين مينا، ناري على الفرونسي، خاصنا نتفاكسيناو. شوف شوف المنظر، شوف اخوان المغاربه، نصيحه لكم ما تهضروش بالفرنسيه لسببين، اول حاجه الدارجه احلى، ثاني حاجه راه كتعداو عليها الاخوان، كتعداو عليها والله، كتعداو على لغه قد قد الخلا، قال لك حقه ما حقه، كون فين ماونا. يلا سير، بعد انا راه لابس رياضي، راه لابس شي حوايج سبورت وداك الشيء واعر. انقطعوا دابا البحر في الفلوكه، والحياة سهلة، ما كاين لاش هذا، راكم فاهمين. هانتم الاخوان، احنا ركبنا في الفلوكة، هذا هو السيد اللي غيسوق بينا. قول لهم السلام. طيب سلام. وليو السلام، صباحكم مبرور، الله يبارك فيك الحبيب. المهم احنا غنقطعوا ثالثه مره، كيف ما قلت لكم لا غلا على المسكين، داكشي عندهم تيول كتسارى في وسط الماء وكتقطع الشانطي 50 ريال،
شوفوا على منظر كدير، يا سلام. وانتم غاديين دابا وسط هاد البحر هكا، والله يتبارك. راه قلت لكم كد في لاو، كدي في لاو، كتفوجوا سهله. يلا حنا غنقطعوا دابا، غنمشيو السوق. اهم حوايج عندنا اليوم راه خاصنا نديروها هي نشري شي لبسه نتغداو ب50 درهم، واللبسه اللي غنشريها هي اللي غنتقهوى بها في العشيه قدامكم. راه غتشوفونا لابسها في العشيه ديال هذا الفيديو. يلا الاخوان، اي قطعنا في الفلوكه، قطعنا الفلوكه، دابا غنمشيو للمدينه. والله يتوارى، اقسم لك بالله لك تبدل الجو ديال دابا. كنهضر بصح، خلونا نتفليو. والله لو الواحد كيدي فوله يفهم قاتله كيدي فلوكه مشات بالصح. واعره 50 ريال، 50 ريال هي 2 درهم ونص. على فكره 2 درهم ونص هي اللي فطرت فيها بالصباح، باش تكونوا فاهمين. خديت درهم ديال الحرشه ودرهم ديال الفرماجه ونص درهم درع عسل الفوق، كليتها فطرت بخير. وهما كمان 2 درهم ونص، يعني انا من الصباح لدابا خاسر 5 درهم. نشوف شحال غنصمدوا هاد النهار. انا حاطط هدف، انا باش تكونوا، انا حاطط هدف انه مش لازم افوت 50 درهم ما بين مشتريات واكل وكل شيء، ولكن الله اعلم يمكن تعجبني بياسه دايره شيء 12 درهم. والله تندي كيحسب لكم غنقول فلوس بزاف، والله ما تقول يوم بالله. هو ترى ولد غزه واش راك على الله هذا؟ ايوا لعيبه ديال 100 درهم ديال 12 ديال 100 درهم، انا 100 درهم ديال ما سوقيش. المهم احنا وصلنا دابا نقطر المدينه. طبعا انا محرج جدا لانه كل العالم بتشوف فيه، ديروا لايك. المحل كيبيع شي حوايج ديال البانيك، ولكن داكشي مزيان عندهم. عجبني واحد السروال، باقي ما اتفقناش على الثمن وكل شيء، حتى الاخر عاد نعرفوا شنو بشحال غادي يخرج علينا. عجبني واحد السروال، خاصني شنو دابا؟ خاصك تريكو. خاصني شي تريكو يكون ابيض بحال هكا. شنو هذا الشيء؟ لا انسى، خاصني شي تريكو. تنشوف شنو غيطرى معنا يا اخوان، في الاخر غادي نقول لكم كل شيء بشحال. خليكم معنا، ما تغيبوش، ديروا لايك، ما تمشوا فين الاخوان. صافي انا تقدي داكشي، راه ما غنوريش لكم دابا، غتشوفوني لابسو انا والحبيب، ولكن للاسف زدنا على الميزانيه شويه. قول لهم شحال خدينا داكشي؟ 70 درهم كلفنا داكشي، 70 درهم 14 100 100 نطح 100. الله يحفظك الحبيب، شكرا بزاف، شكرا لكم، والله يسهل عليكم. للاسف زدنا على، ما كناش ناويين على هذا الثمن، ولكن 70 درهم قريبه ل 50 درهم، ولكن على هذا الحال راه ما غاديش ناكل، لا غناكل قالك نضرب شي حاجة. المهم غتشوفوني لابس داكشي، بلاتي بلاتي غتشوفوني لابس داكشي. خديت شي حوايج، داكشي واعر اللي خديته وعجبني بزاف. دابا غادي نمشي نشوف شنو غادي ناكل ونكملو. يعني دابا تال دابا خسرانين حنا 72 درهم ونص، خاصنا ناكل عاب 5 دراهم ولا شي حاجة بحال هكاك باش نوصل للدار عاب 80 درهم. ما نكونوش ناطين على 50 درهم بزاف، هذا هو التحدي ديالنا. ولكن حشمت في راسكم في المحل، وخصوصا ملي كتبدا كتصور كيبداو كيجوا عندك الناس، وسبحان الله انا فاش ما كنكونش شاد الكاميرا ما كيوقفونيش الناس، ما كيكونوش عارفيني بزاف، ولكن ملي كنكون شاد الكاميرا كيولوا الناس كيركزوا معك فكيعرفوك، فكيقولوا اه فلسطيني او ولد غزه، فكيجوا كيسلموا لك كتولي ما عرفش تصور، كتولي ما عرفش دير. ولكن شكرا لكم والله، كتعطوني طاقه زوينه، كتعطوني طاقه ايجابيه حلوه، راه كنبغيكم بزاف وشكرا لكم كاملين. وهذا الفيديو غيعجبكم، هذا الفيديو دابا غنمشي ناكل كفته، كاسكرو ديال الكفته غادي يجي واعر ان شاء الله. موراه غنمشي الدار البس اللبسه ونصور لكم النهايه بهذه اللبسه ان شاء الله. خديت سروال وتريكو واعرين، عندي واحد سبرديله غتجي مع الحطه واعره. يلا خليكم معنا ما تغبوش. الى الكفته، ساندويش كفته غالبا غيكون 10 درهم ولا 5 درهم ما نعرف. يلا دابا نمشيو، خليكم معنا. انا كنعشق هذا الساندويش، عرفتش كيف بالك ولا؟ هذا الساندويش كيديروا فيه السردين والدنجان ومعقوده وشراد وداك الشيء،
5 دراهم. اقتصاد ولا مش اقتصاد؟ يا متعلمين بتوع المدارس وبسم الله. الى المنزل يلا دابا نمشي الدار نلبس اللبسه ونكمل النهارده. حي اليوم الثاني يا اخوان، انا خلصت شريت الحوايج كامله البارح، ولكن كل شيء حكى لي باللي خاصك تصبنهم عاد تلبسهم حتىش من بالو داك الشيء. فانا صبنتهم وانا راه لابسهم دابا، ما بغيتكمش تشوفهم مزيان. اللقطه اللي جايه ديشان غتشوفوني وغتعرفوا واش انا مزوق وعندي الذوق في اللبس ولا لا. بلاتي عم مشيت تشاربون قد الحال وكل شيء. لو وصلت لهاد النقطه في الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس واجي تشوف اللبسه كيفاش خرجت. عرفتوا خرجت فن. اش كاين واعره يلا. انا مشيت نتقوى بيها ولكن امانه الله ما خطيره. انا عين حطوا واعرة يا اخوان بلا كلام فاضي ياكو. انا عارف بلي راه واعرة راه واعرة واعرة. اذا اخوان انا غادي نسال هذا الفيديو، الى وصلت لهاد النقطة بغيتك تكتب لي في الكومنترات شحال خسرنا اليوم. بغيتك تحسب لي شحال خسرنا، فإلا بغيت تعرف شحال خسرنا راه خاصك تراجع الفيديو كامل بالتفصيل وتعرف لي. انا غادي نسال هذا الفيديو كتبوا لي في الكومنت شحال خسرنا. تحيت لكم وحوش، كنبغيكم بزاف كما كنبغيكم. والغزة الله.